الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع دروس العلم، نسال الله جل وعلا ان ييسر لنا وان يجعل ذلك في موازين حسنات، وان يلهمنا واياكم الاخلاص، وان يجعلنا ممن نتعلم نتعبد ونشهد ذلك بين الناس. نسال الله في عليائه ان يشكر لكل من اعان على اقامه هذه الدروس، ونسأل الله تعالى أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، فقد عز في هذا الزمان، رغم أن لنا كما قلنا الزلات والسقطات والهنات، لكن هذه المجالس نستعين بالله جل في علاه على استدامتها، ونسأل الله تعالى أن يتقبلها، نسأل الله تعالى أن يجعلكم ممن ينصر الله بهم الدين. فالأمة الآن أحوج ما تكون إلى طلبة العلم الذين يجدون ويتقنون للوقوف أمام أهل البدعة والضلالة، لقد أطلت برأسها وقد انفردت في الساحة حتى أنها أثرت على كثير من قطيع من الناس، وهذا يغضب الله جل في علاه. وكما قلنا البدعة هدامة للسنة، والكفر هدام للتوحيد. فإذا كان يعني البدعة أطلت برأسها، فأيضا الإلحاد قد انتشر في الشباب، وهذا تضييع لدين الله جل في علاه، وللدين رب يحميه، لكن الله جل في علاه يحاسب المرء على ما عمل لدينه. يا له من دين لو أن له رجال. اللهم اجعلنا من الرجال رغم الزلات والسقطات التي نقع فيها، رغم السيئات، لكن كما قلنا يعني الإنسان يسعى سعيا حديثا أن يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. نبدأ بسنن داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري، وقد مر علينا قلنا بأنه شيخ لأصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر، إسماعيل بن جعفر مر علينا كثيرا أيضا، هو من الثقات، روى له الجماعة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة أيضا. قال: أخبرني محمد بن أبي حرملة. محمد بن أبي حرملة روى له البخاري ومسلم أو داود والنسائي والترمذي، يعني جماعة إلا ابن ماجه، وهو من الثقات. قال: أخبرني كريب الهاشمي مولى ابن عباس، وهو من الثقات، روى له الجماعة، أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، نعم، ابنة الحارث، بعثته إلى معاوية بالشام رضي الله عنه وأرضاه، خال المؤمنين، نعم. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنه ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو من الثقات من رجال الصحيح كما بينا قبل ذلك. قال: حدثني أبي، وهو معاذ بن أبي معاذ، أوثق من أبي، روى له الجماعة، أوثق من ابنه، ومن اللطائف أنه رواة الأبناء عن الآباء. قال: حدثنا الأشعث، الأشعث بن عبد الملك الحمراني البصري، ثقة فقيه، روى له الجماعة، عن الحسن، حسن البصري النبيل من خيار التابعين، من أعلم الناس، وهو كما قال علماؤنا كلامه كان يكون عليه هالة النبوة، وهو من النبلاء الفضلاء من الأتقياء، نعم. عن الحسن: في رجل كان بمصر من الأمصار، فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصر، ولا أهل مصره، إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه.
طيب هنا هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان في هذا الحديث، حديث كريب بعثته أم الفضل رضي الله عنها وأرضاه لحاجة إلى الشام وهو بالمدينة، ذهب إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه وكان أميرا آنذاك إلى عند في الشام، وقد تراءى الناس الهلال فرأوا الهلال ليلة الجمعة فصاموا على رؤية الهلال عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولما عاد إلى المدينة سألوا ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قالوا رأينا تراءى الناس الهلال فرأينا الهلال يوم الجمعة، قال ولكننا رأيناه ليلة السبت. ثم قال ألا تأخذ برؤية معاوية؟ قال إنا نصوم حتى نراه أو نكمل العدة. وهذا أيضا من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه المسألة مسألة اختلاف المطالع، هذه المسألة من المسائل، عندنا مسألتان فقهيتان على الحديثين، المسألة الأولى مسألة اختلاف المطالع والكلام فيها، والمسألة الثانية مسألة من دخل مدينة من دخل بلدة أخذ حكمها، من دخل بلدة أخذ حكمها كما سنبين هنا، لأن المسألة الثانية مهمة جدا في العصر الناس يسألون عنها كثيرا، مسألة اختلاف المطالع. الكلام على مسألة مطلع الهلال هو المكان الذي يولد فيه الهلال، الموضع والمكان الذي يولد فيه الهلال، هذا اختلاف المطالع. والحق بأن هذه المطالع المشارق والمغارب المطلع ممكن يشترك فيه بلدان، مطلع الهلال ممكن يشترك فيه بلدان، ولهذا يعني حل إشكالات كثيرة جدا في هذا الباب. عامة هذه المسألة مسألة اختلاف المطالع، الأخذ بها أو عدم الأخذ بها، اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. قول الجماهير، جماهير أهل العلم من السلف ومن الخلف، قالوا بعدم الأخذ باختلاف المطالع، قالوا رؤية الهلال في مطلع من المطالع يلزم الجميع العمل به، أو هو ملزم للجميع، يعني لو رأوا الهلال في أمريكا وجب على كل الدول العربية أن تأخذ بهذا الهلال وأن تصوم على إثره، هذا قول جماهير أهل العلم، المالكية والحنابلة وأيضا الأحناف قالوا بعدم القول باختلاف المطالع. وهؤلاء استدلوا بأدلة، أدلة أثرية ونظرية. أما الأدلة الأثرية عندهم فهو عموم قول الله جل في علاه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال والشهادة قد جاءت على إثر رؤية الرائي لهذا الهلال فقد شهدوا الشهر، فمن شهد الشهر فهو يلزم الجميع صيامه، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا استدلوا على، وطبعا حتى الآية الحق أنها لا تساعدهم، يعني الآية لو دققنا النظر في الوقوف معها يكون الاستدلال بها عليهم لا لهم. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر علينا كثيرا في الأسابيع الماضية في الدروس الماضية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم صريحا صوموا لرؤيته، يبقى هنا هذا استدلال واقع وقوي لما يقول صوموا جميعا، والخطاب لجميع الأمة، فالاستدلال به أوضح وأقوى، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، قال صوموا لرؤيته جميعا، صوموا لرؤيته، فهنا الاستدلال في هذا الحديث وجه الدلالة، العموم الخطاب يعم جميع الأمة لا يخص البعض دون البعض ولا بلدة دون بلدة، بل قال صوموا جميعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. واستدلوا على ذلك من ناحية النظر، قالوا ولأن القول بتوحيد الرؤية توحيد لازم لتوحيد الأمة، القول بتوحيد الرؤية لازم لتوحيد الأمة، وهذا قول عجيب يعني في هذا الباب، وإلا فمقصد الشريعة والمقاصد المقاصد الشريعة العظيمة هو توحيد الأمة، قالوا هذا سبيل لتوحيد الأمة، فإذا ما كان سبيلا لتوحيد الأمة نأخذ به، هذا القول الأول للجماهير في هذا الباب. القول الثاني وهو نابع من هذا الحديث قول الشافعية، وهم قالوا بعدم القول باختلاف المطالع، وطبعا وافق ذلك المحققون من ابن عباس وأيضا سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم، وأيضا قال به إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي قرين إمام أحمد قال بذلك عن اختلاف المطالع. الشافعية المعتبرة المذهب عندهم يقولون كل بلدة خاصة برؤيتها، كل بلدة تخصها رؤيتها، فإن رأت فالبلدة ملزمة ما يلزمها الصوم، وإلا فلا، فقالوا بالقول باختلاف المطالع. واستدلوا على ذلك بنفس الأدلة التي استدل بها الجمهور، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، علق وأناط الأمر على شهود الشهر برؤية الهلال، فلم يروا الهلال فيلزمه،
ومن رآه فيلزمه. وهذا أوضح الاستدلال في هذه الآية لمن يقول باختلاف المطالع أوضح، لأنه يقول المسألة علقت على الشهادة، والشهادة هنا بمعنى الرؤية، إذن من رأى فيلزمه ومن لم يرى لا يلزمه، وهذا حكم يدور مع العلة حيث دار، فهو أوضح لهم لا أوضح للجمهور. واستدلوا أيضا في قول سلم صوموا الرؤيات فأولوه على صوموا، يعني أنتم إن رأيتم فصوموا وغيركم إن لم يرى فلا يصوم، بمفهوم المخالفة. وهنا النزاع في هذا في الاستدلال بهذا الحديث قوي، النزاع بين الطرفين في هذا الحديث فيه وجهة قوية، فقال صوموا الرؤيات وأفطروا الرؤيات. أما فاصل النزاع والدليل الخاص في المسألة الذي يتمسك به الشافعية وأيضا يعني عض عليه من هوارز العلماء الذين تبنوا هذا الموقف، هم قالوا بحديث كريب، حديث الباب، بأن كريبا رضي الله عنه وارضاه، عندما بعثته أم الفضل رضي الله عنها وارضاها إلى معاوية بالشام، فإنه لما ترى الناس الهلال رأوا الهلال ليلة الجمعة فصاموا، ثم لما أتى فسأل ابن عباس عن سأله ابن عباس عن تراء الهلال، قال فإنا رأيناه ليلة السبت فنصوم حتى نراه، يعني لا نوافق بقى هنا، حتى نراه أو نكمل العدة 30. وإكمال العدة 30 معناه أنه سيتفوق أو يتقدم على معاوية بإيش؟ بيوم. لأنك لو قلت فرضا جدلا أنهم لم يروا الهلال في الشام، إذن سيكملون العدة 30، 30 عندهم يكون عند ابن عباس في 29، لا في 29، فيتراءون الهلال، إن لم يرى يكمل عدة 30. فهو قال ألا تأخذ ولا تعتد برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا هكذا أمر، ورفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الآن ده تصريح، يعني شوف خلاف المحققين من المحدثين في قول الصاحب أمرنا في مسألة هل هو يكون مرفوع أم لا، لكن هنا لما يقول أمرنا رسول الله انتهى الأمر بالاتفاق أنه مرفوع. وإن كان قد نازع فيه كما سنبين المناقشة، قد نازع فيه بعض العلماء وقال هذا من باب الاجتهاد لا ليس من باب المرفوع الرفع، فقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله، يعني أمرنا أن نصوم إذا رأينا وأن نفطر إذا رأينا. والتصريح في الكلام قال ألا تعتد برؤية معاوية الباب، هنا فصل في النزاع، قال له لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. القول الثالث قول الوسط، قال الناس تبع لولاة أمورهم، إن أمر ولي الأمر بالصيام فيلزمه وإلا فلا. هذه المسألة لا تترك إجمالا، ما صحش تترك إجمالا. أقول هذه المسألة فيها تفصيل، إن أمر ولي الأمر نعم، ولي الأمر له على الناس السمع والطاعة، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. المسألة هنا لو على التفصيل، طبعا في قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية عند العلماء يقولون ولي الأمر يرفع الخلاف، ولي الأمر يرفع الخلاف، لو في خلاف فقهي وولي الأمر تبنى قولا من أقال من المذاهب الفقهية فهو يرفع الخلاف هنا، فلابد للعامة أن يسمعوا له ويطيعه، يعني بهذا قد تبنى أمرا ومذهبا فقهيا معينا، فهو لابد من السمع والطاعة له على ضوابط معينة طبعا تفصيلية عند العلماء لا ندخل فيها الآن، لكن الأصل أن ولي الأمر يرفع الخلاف. فإن كان الكلام في هذا الباب من هذه المسألة بأن ولي الأمر يرفع الخلاف في المسألة الخلافية الاجتهادية الفقهية، فرفع الخلاف وقال تصومون للرؤية فلا بد من السمع والطاعة له، يبقى هنا يحمل قول من قال يعني يلزمهم الصوم بسمع الطاعة لولاة الأمور، إذا أمر بالصيام يصومون، على أنه رجح قولا من القولين، على أنه رجح قولا من القولين. أما إذا أمر وكان يرتكز على حسابات فلكية مثلا، أو أمر على غير قول العلماء وعلى غير دليل فلا. لما فلا؟ قلنا لأن المسلم قال لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وهذا مسألة شرعية، والمسألة الشرعية الأصل فيها أن يقدم الشرع، فلابد أن يأمر بالشرع أصالة عشان يسمع له ويطيع. فلأنه لو أمر يعني مثلا لو أمر بإلزام الناس بالصوم بالحسابات الفلكية فلا سمع ولا طاعة، طبعا لا سمع ولا طاعة ولا إفساد،
لأنه ممكن يكون المسألة فيها ما فيها لابد ضبط في الأمر حتى لا يكون إفساد ولا إشاعة الفساد بين العامة. لكن الكلام هنا فقهيا, نتكلم على الحكم عام فقهيا. ففقهيا لو كان ألزم الناس بالحساب الفقهية فلا سمع ولا طاعة, لا يبقى هذا لا يدخل في هذا الباب. يبقى إذن معنا قول القول الثالث لبعض العلماء أنهم أناطوا المسألة بولي الأمر. هذا بنظر, لأن نظران, النظر الأول أنه أمر بخلاف الشرع, الأمر الثاني أنه أمر بما وافق الشرع ترجيحا لقول من أقوال أهل العلم. فالقول الأول الحق فيه لا سمع, لا يبقى لا يلزمنا, يبقى لا نصوم إلا أن نراه ولا نفسد. لو كان الإشهار أو إذاعة ذلك سيفسد بين الناس أو يشيع بين الناس الفساد أو يكون فيها تأليب على رأس الأمور فلا. لكن أنت لابد أن تتراجع وتقول لا صوم إلا بالتمسك بالشرع, صوم رؤيتي وأفطره لرؤيتي, لا طاع المخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان الأمر على الثاني بأنه يرجح قول من القولين وعلى مذهب فقهي معين فيسمع له ويطاع, هذا حد القول الثالث الذي قالوا بأن المسألة دائرة على أمر ولي الأمر, إذا أمر فلنسمع ونطيع وإلا فلا. فهذا الكلام كما قلنا فيه تفصيل لا على الإجمال. وإن قلنا بأن الإجمال السمع والطاعة لولاة الأمور واجبة حاسمة في كتاب ربنا لنا في علاه, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. هذا لابد, وإياكم ومحدثات الأمور. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الأصل أصيل في هذا الباب كما قلنا السمع والطاعة إلا فيما جاء الشرع بالحسم فيه في عدم السمع والطاعة, لأن الإنسان قال صوموا رؤيتي وافطروا لرؤيتي, فلو أمر بالأخذ بالحسنة الفلكية فلا سمع ولا طاعة لأنه مخالف للشرع, لأننا نسمع ونطيع لأنه سمع وأطاع لمن؟ لله جل في علاه. كما قام أبو بكر خطيبة في الناس وقال أيها الناس لي عليكم السمع والطاعة ما أطعت الله فيكم, فاشترط قال لي عليكم السمع والطاعة ما أطعت الله فيكم. فهذا القول الثالث. والقول الراجح في هذه الأقوال الثلاثة هو قول الشافعي, هذا الذي أدين الله به وأرى أنه الراجح من الأقوال, وهو القول باختلاف المطالع. لا سيما وأن حديث كريب فاصل في النساء بأن ابن عباس لما جاء كريب وقال له ترى الناس يوم الجمعة ليلة الجمعة فرأوا الهلال وأمر معاوية الناس بالصيام, فقال له ابن عباس نحن رأينا الهلال ليلة السبت, لأن رأينا الهلال ليلة السبت فنصوم حتى نرى أو نكمل العدة 30, هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له تصريحا حتى يفصل في النزاع ألا تعتد برؤية معاوية؟ قال لا, هكذا أمرنا رسول الله. فهذا فاصل في النزاع, هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن هذا هو الراجح وأن هذا الحديث هو فاصل في النزاع, لكن عليه بعض الإشكالات كما قال بعضهم من بعض العلماء قال وقول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله, هذا من اجتهاد ابن عباس. القول الملزم لنا هو قول الرسول, لكن قول ابن عباس أمرنا رسول الله هذا اجتهاد منه, لأن القول الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم هو أصوم رؤيتي وأفطر رؤيتي, ففهم ابن عباس ذلك. نقول ائتي بالدليل, أنت الآن خالفت ظاهر القول, يعني يريد أن يخرج من هذا بأنه يقول ابن عباس اجتهد في فهمه لقول النبي صوم رؤيتي وأفطره لرؤيتي, فكأنه وهذا كلام مخالف للظاهر. لو كان كما يقول لا قال لا ابن عباس لكريب قال وكيف تفعل بقول سلم صوم رؤيتي وافطروا ايش لرؤيتي, لا ده قال له تصريحا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني لا نعتد الا بالرؤيه التي نراها. وهذا عليه اهل المدينه, واهل المدينه قالوا بذلك لم يخالفوا ابن عباس في هذا الباب. زاد قول الجمهور قال وماذا تفعلون بقول سلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وأيضا الأضحى يوم يضحون. قلنا ولا حديث فيه كلام كما بينا في الدروس الماضية, ونقول أيضا في رد على ذلك نعم الصوم يوم يصوم الناس عندما يروا الهلال, يبقى الناس في بلدة مصر يصومون عندما يرون الهلال, الناس في أمريكا يصومون عندما يرون الهلال, يبقى الصوم يوم يصوم الناس أو الآن عند رؤية الهلال في بلدهم في قطرهم في مكانهم في البلد التي هم فيها. وأما القول بمسألة الأمر دائر على ولاة الأمور هذه مسألة نسبية, والصحيح الراجح في هذا الباب كما قلنا حديث كريب قد فصل في النزاع في هذا الباب,
وقد قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باختلاف المطالع. يبقى لنا الكلام, طب المطالع هذه اختلاف المطالع يعني هل المطلع هذا إذا قلنا هذه البلدة رأوا فيها الهلال والحدود متشابكة بالبلاد في البلاد العربية مثلا اللي هي المجاورة, طيب هل المطلع هذا يخصها ولا يخص البلد الأخرى؟ يعني لو بيننا مثلا بين مصر وليبيا بينهما كيلوات, صحيح ما في كيلوات, ده هو نفس الشارع صحيح ولا لا؟ ورأوه في مطروح, يعني أهل ليبيا لا يصومون, رأوه في ليبيا أهل مطروح لا يصومون, أهل مصر لا يصومون, فكيف يكون ذلك؟ فالشافعية يقولون لا, نحن نقول المطلع مطلع الهلال, المجاور يأخذ حكم المجاور. قالوا والمطلع مسافته مسافة القصر, فكل بلدة تجاور هذه البلدة التي رأت وبينها وبينها مسافة قصر فإنها تصوم على صوم. والقول الثاني هم قالوا كل بلدة تشترك, وهذا القول الأول في مسألة المطلع اختلاف المطالع المطلع المشترك, يعني قالوا كل بلدة تشترك معك في جزء كبير من الليل فمطلعه مطلع مطلع الهلال عندها ومطلع الهلال عندك, فيبقى إذن حكمه حكمك. والقول الذي ندين الله به في هذا الباب الحق بأنه المسألة هي مسألة المجاورة, بأن إذا كنا نشارك البلدان في الليل فمطلعنا مطلعهم قولا واحدا, مطلعنا مطلعهم قولا واحدا. بعض العلماء مثلها بحوالي بقريب من 2000 كيلو في هذا الباب, وصحيح الرجع والاشراق لا يدل على اتفاق المطلع. ولذلك أنا نقول لا يمكن للبلدان يعني ليبيا المغرب الجزائر هذه التي تشترك معنا في أغلب الليل بيننا وبينهم ساعة, بيننا وبينهم نصف ساعة, بيننا وبينهم ساعتين, فهنا المطالع مشتركة حسما لا جدال في ذلك. فالرؤية في بلد من هذه البلدان فباقي البلدان يجب عليها الصوم. المسألة الثانية الفقهية تتعلق بالباب وحديث الحسن في الرجل الذي مر بمصر يعني رأى الهلال في بلدة ثم ذهب إلى بلدة اختلفت في الرؤية مع بلدة أخرى, فما حكمه؟ وهذا ككريب فما حكمه؟ الأصل في هذا الباب طبعا بعضهم يقولون يأخذ حكم البلد الذي هو فيها, هو من السعودية وصامت قبل مصر فجاء لمصر يبقى صيام وصيام أهل السعودية, وهذا قول ضعيف جدا. والصحيح الراجح في هذا الباب أن القاعدة الفقهية المستخرجة من هذا الحديث كل من دخل بلدة أخذ حكمه, كل من دخل بلدة أخذ حكمه إلا أن يقل أو يزيد, إلا أن يقل صيامه إلى 28 يوم يبقى إذن يلزمه يوم للتاسع والعشرين, أو يزيد إلى 30 ففي الثلاثين يفطر ولا يقال له أنه يخطئ بلدته. بمعنى زيد من مصر رأى أو ترى الهلال ليلة الجمعة والسعودية رأت الهلال ليلة السبت فذهب إلى السعودية أفطرت مصر على 29 فال29 عند مصر 28 في السعودية يبقى مع السعودية حتى يترى الناس الهلال, فإن أفطر على 29 أفطر معهم أو أدام إيش أنه يتم معه, فلو كان إتمامه يصل فيه بصيام 31 يوم في اليوم 30 يفطر, بعد اليوم 30 يفطر وإيش بعد ما يفطر, وده غير موجود غير وارد, لكن أقول يفطر وبعد ما يفطر يستسر بذلك. يبقى إذن إذا دخل بلدة أخذ حكمها, وهذا مستنبط من قول الحسن وفعل كريب بأنه لما قال ابن عباس لا نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30, كريب لم يقل له وأنا ماذا أفعل, علم أنه أخذ الحكم وبقي معهم على ذلك لأنه راجعه. قال ألا تعتد برؤية معاوية؟ قال لا هكذا أمرنا رسول. طب هكذا أمرنا رسول الله, إذن هو ينزل تحت الباب فهو أخذ حكم أهل المدينة فإنه سيتراءى معهم الهلال فإن رأى أفطر وإلا أتم معهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر المسائل الفقهية في هذا الباب. الفوائد المستنبطة, الفائدة الأولى سماحة الشريعة من وين؟ هذا هو تيسير على الناس في مسائل اختلاف المطالع. الفائدة الثانية حرص الصحابة على العبادة, ترى الناس وده معاوية وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الثالثة الرجوع إلى أهل العلم في المعضلات, وهذا الذي فقدناه نفقده جدا في هذه العصور, لذلك الاختلافات دامية
والترامي والتراشق والانتقاص من الأقدار الآن بلغ الذروة. لما؟ لعدم رجوع أهل العلم، وأيضا للتلبيس والتدليس على الناس، تصدير من لم يكن متأهلا للناس، وأن يلبس ثوبا على التأهل والعلم وليس كذلك، فهذا الذي يودي بالأمة إلى التردي وإلى الهلاك. ففي المعضلات إذا رجعت إلى من لم يتأهل فإنه لا يستطيع أن يقول بلسان حالي ولا لسان مقالي أنا لم أتأهل، ولكنه سيتصدر ثم يتكلم، وإن تكلم انتهى الموضوع. أعرف رجلا يعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن يتكلم في مسألة واحدة فقهية، جلس على الكرسي فالتف الناس حوله فتكلم بكلام معين ثم صدر، والآن له كتابات حتى على النت ومتصدر الكتابات، وبعد ذلك عندما يسأل في كل مسألة ترى الإجابات تنهال وكلها إجابات العطب يلفها. لما؟ ضعيف لا يتقن علما ولم يتعلم علما بحلم الأحوال، لكنه تصدر من أجل شيء ما، تصدر فلما تصدر قبل أن يتأهل ضاع. ذلك قلت هذه الأمة ضياعها في تصدر الذين لم يتأهلوا، وهذا ليس بكلامي، هذا كلام ابن مسلم ثم كلام ابن مسعود ثم كلام ابن عمر ثم كلام ابن عباس، هذا كلام الصحابة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن وخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الفاسق أو الفاسق يتكلم في أمر العام. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك لما قال ابن مسعود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، لا أقول أمير شر من أمير ولا 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 ولا, ولا قحط شر من قحط، ولكن أقول إيش، يندرس العلم فيتصدر الجهال فيسألون فيفتون بغير علم فيضيع الناس، يضيع الناس ويضيع الدين، فالدين يضيع بتصدر من لم يتأهل. ولذلك قال ابن تيمية أضاع الدنيا والدين أنصاف، أنصاف أربعة أضاعوا كل شيء، نصف طبيب ضيع البدن أضاع الناس أبدان الناس، ونصف فقيه ضيع دين الناس، ونصف لغوي ضيع اللغة العربية، وهكذا الأنصاف يضيعون الناس. فما بالك من الذي يتصدر ولم يكن نصفا، يعني هو لم يصل إلى أن يقول طلب العلم في نصف الطريق وقف، هو أصلا لم يطلب أصالة العلم ولم يعرف شيئا عن العلم، فكيف يتصدر على أنه من العلماء؟ هذه الطمة التي نعيشها الآن من باب المجاملات ومن باب من 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 وافقني فهو معي ومن خالفني ليس فهو ضدي، كل هذه الأمور يضيع بها الدين، ويضيع الدين أيضا بما نفعل نحن من معاصي وسيئات وزلات يغفر الله لنا، لكن هذه فيها توبة وأوبة. العاصي الذي يظهر تظل له معصيته فيتوب، هذه لها توبة، فالدين لا يسقط بها، هو يسقط بالذي يحسب أنه ينصر الدين، والدين سيأتي من قبله، لأنه كما قلنا قد ضيع الدين بأنه تصدر قبل أن يتأهل. ولذلك نقول من السنة بل من الأصل الرجوع في المعضلات لإيه؟ للعلماء والسماع لهم، لأنه الآن أيضا هوى، إن لم تفتيه بما يرضي بما يرضيه وبما يريد لا يأخذ بكلامك، وأنت كلامك غير معتبر عنده، وهذا ظاهر جدا الآن. قريب رجع لابن عباس ثم نزل على قول ابن عباس، وابن عباس استدل له بالدليل ليسكته، قال له هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في اعتبار من اللي قال ذلك؟ إلا إن قلت بأن عرف الآن، عرف لست عندك، يبقى أنت ملزم أن تكون إيه مع الناس. وبعدين احنا بنتكلم على عرف هناك، دعك من هذا، كل من كان في السعودية فهو يلزمه حكم إيه؟ حكم السعودي صحيح، رؤيته تلزمه. ولو قلنا طب نحن نأخذ بها، قلنا نعم نأخذ بها، ليش؟ الاتفاق المطلع. نعم ها وإيش لصوم يوم إيه؟ طيب خلاص، ما الاتفاق المطلع موجود،